يا هلا ومرحبا فيكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي يمعتنا في الأفنيوز. طبعا أول شيء أمسي على زميلي حمد بكل خير وسعادة، عقب ما مسينا على الجمهور والمشاهدين بالبركة والخير، وأيضا نقول لهم وحشتونا، والمفترض بدل ما تشوفونا تيونا هني. وش أخبارك يا حمد؟ مساء الخير دلال، الحمد لله أنا تمام. أنت شو أخباركم؟ مشاهدينا شو أخباركم؟ الحضور الكريم اليوم دلال، الحضور ما شاء الله زايد يوم عن يوم قاعد يزيد، الله يزيدهم. صحيح، وهي هدف يمعتنا، دائما نقول ان يمعتنا اساس وجود الناس، وجود صحيح. الجمهور اللي من اجل انك عشان تفوز او من اجل انه يطلع رقمك لازم تكون موجود في الافنيوز طبعاً. عشان تحضر يمعتنا في الافنيوز، وفالكم جميعا التوفيق. برنامجنا اللي مثل ما قلت يومي، دائما ياتي برعايه جي اف اتش وكذلك مجمع الأفنيوز، وأيضا كل الشكر والتقدير لمجموعة من الرعاة اللي يقدمون الهدايا المنوعة مثل ألموت، رمسات، طيف الإمارات، محلات ريفا، وكذلك مجوهرات العلوي، مجوهرات الجنة، وبيرفوميستا العود. يا سلام عليك، رايك عجبني، كتبت التحدي صراحه. وما ننسى ايضا مطعم انجلينا ولومي ومزمز ويا سلام وذا هاوس بوت والجزيره برفيوم، وايضا مطعم اويشيد وذا فود هول وميني سو هيلتون جاردن ان بحرين بي يا حمد، واصغر عليه واتش جي اي وسنبون، وما ننسى المصممه العالميه كبرى القصير على اطلالتي اللي تهتم فيها كل يوم. اعتقد ان الحضور الجماهيري دلال يحتم علينا انه أقول مقدمة سيدي نبتدي، أكيد أنا في حماس كبير، شلون نبتدي؟ أكيد أنا صراحة أشوف الجمهور هنا ايه؟ أتحمس وأنا مستانسة أكثر منهم. جاهزين؟ جاهزين. يلا. وين، يمين يسار؟ يمين؟ 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 يلا 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 كمان يمين لعيونك بس. 1-1-4-3 1-1-4-3 1143 موجود؟ وينه؟ حياك، شوف الابتسامة بس، ابتسامة التفاؤل. دائما وابدا جمعتنا ما فيها الا كل خير وتفاؤل وسوالف حلوة والسعادة. تعرفين الجواب؟ أكيد. حياك، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك؟ الله يسلمك، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلونك؟ شلون الأمور؟ الحمد لله. شلون وياك؟ الحمد لله خفيف. خفيف؟ إي الحمد لله. والله الفطور خفيف. الاثنين. الاثنين ها؟ صيام خفيف والفطور خفيف. الحمد لله. جاهز حق تفوز؟ إن شاء الله. إنزين، يعني شلونك في المهن البحرينية القديمة؟ الحمد لله. تعرف يعني مثلا لو قلت لك الصفار، شو يسوي الصفار؟ هو اللي عند الصواني، هو اللي يسوي الصواني. اي يا سلام عليك، ما تبي خيارات. ما اعطانا فرصه حتى نغرب، تخيل. شفت اعطوك انت معلومه، ايش رايك؟ اعطانا فين معلومه؟ انا ترى اشتغل في مركز الحرفيين. ما شاء الله، يعني اداره الحرف. اي الحمد لله. يعني السؤال الصح للشخص الصح. ان شاء الله. والصفار يخليك تختار واحد من الصنادق. يلا. من واحد لسته. اثنين. روح له. توكل على الله. يلا، خذ الظرف. سكر الصندوق مع الكاميرا وحياك هني، نفتحها ويا بعض. يا سلام. يا سلام. يلا نحسبها ويا بعض بعد. يلا صوت عالي. 20 40 ويا 60 80 100 200 200 دينار 200 من الافنيوز. حيو عليك بألف عافيه. الف مبروك، تستاهل. حياك، تفضل. حلوه البدايه للان. حلوه الكاش دائما يحلي البرنامج ويحلي، يعني حتى روح الناس لما تشوفهم يا حمد يوني يتنافسون. سؤال بسيط، اسئلتنا خفيفه، وحمد طبعا انت خفيف على القلب. الحمد لله، وحتى السؤال يا حق الشخص المناسب. شفتي الصدفه شلون؟ لا، ويدك مبروكه دائما وابدا من اول رمضان اقول، بس عاد يعني انا اشهد. اكيد اكيد. يلا ندش على السؤال الثاني. يلا، وين الحين؟ يمين والله، نروح يسار بالوسط. اكيد. يلا وين؟ 0-93 1093. قال لي في النص، قال
ما شاء الله حضيض. حيو حيو قبل لا يبتدي حيو حيو. ما شاء الله عليك قلت لي في النص. حظك حلو. حظك حلو. والله ايش قلت لي؟ لحظة شايف الحلقة قبل والله كيف؟ شفت الحلقة أول مرة الصراحة. قلت لي في النص في النص. حبيبي شو أخبارك مع رمضان؟ الحمد لله تمام. كل سنة وأنت طيب. بالصحة والسلامة. كيف الأجواء معاك؟ الحمد لله تمام والبحرين. وش رأيك في البرنامج؟ حلو جدا. كله تمام؟ كله تمام. جاهز عشان تفوز ولا إيه؟ 100 100؟ 100 100. يلا. هسألك سؤال يعني قديم شوي عن البحرين قديما. مالك؟ خلاص انت تسأله وانا اغششه. يلا ايش رايك؟ مهنة القلاف. احنا بنقول بالبحرين القلاف مهنة قديمة جدا. القلاف كان بيعمل ايه؟ شنو كان يسوي؟ انا اديك خيارات. تمام. يعمل ادوات الصيد. تمام. ادوات الصيد. يعمل السفن او يعمل السلال. ادوات السيل. ودائما خير الامور اوسطها. الاوسط. اي دبه السيل. اللي في النص اللي قبل السفن. اي اي اللي في النص قول لي. اللي هي اللي احنا قلنا الصيد السفن والسلال ها؟ السفن. اللي هو ايه؟ اسمه ايه؟ السفن. لا الوظيفه اسمها ايه؟ انت قلت كده ثاني معلش؟ القلاف. القلاف. اللي بيعمل ايه؟ السفن حق السفن. يلا خذها. حط الرقم 5. يلا روح حياك. هو حاطين على 5 من مساعة شكله. مساعة اشوف. يلا. اشوف. اللي في بولي شكله كلمة أيوة. مشترات. لا. الهيلتون يقدم إقامة ليلة حق شخصين. ليلة حق شخصين من فندق الهيلتون. ألف مبروك. يستاهل. ايوه يستاهل. دائما دلال لما نسولف يوم بيوم نفس الكلام نقول بس هو فعلا الملاحظه حلوه التنوع المميز في الجواز. اليوم حصل اقامه لشخصين مده ليله في الهيلتون. حلوين. حلوين جدا. احلى شيء يا حمد لما تكون الجوائز منوعه والجمهور اللي إيه يعني دائما احنا نشوف اوجه جديده تكون ومختلفه فيايين حاطين عينهم على الجوائز وعارفين انه يا راح يكون كوبون يا راح يكون تليفون ايفون يا راح يكون كاش راح تكون جوائز عديده. ايش رايك في رده فعله؟ كان يقول لي في النص كانه واثق انه انا بسحب رقم. هاي الثقه. هاي الثقه والظن يعني اللي دائما حسن الظن. نعم نعم بكل ثقه. لا احنا راح نواصل يا معلم في الافنيوز لكننا بنطلع فاصل بسيط بنشوف أجواء المنافسات في الشطرنج اللي هي بدأت من أول يوم. ودلال أذكر أن منافسات الشطرنج منافسات جدا قوية فيها العديد من المصنفين وفيها منافسة حامية جدا. نروح نشوف الأجواء ونرجع نواصل. بطولة معترف بها دوليا في وجود مصنفين اكيد الجوائز كبيرة. مجموع الجوائز عندنا 2250 دينار هيفوز كل من كل نظام للعبة هيفوز 5 فائزين. عندنا طبعا النظام السريع والنظام الخاطف وعندنا في نفس الوقت النظام اللي هو الزوجي. 5 فائزين بيفوزوا من كل نظام. المجموع زي ما قلت لحضرتك يعني. فالجوائز كبيرة والمشاركات شرسة. بسم الله ما شاء الله. بما ان الشطرنج لعبه معروفه عالميا وتقام بطولات كثيره تحديدا في رمضان لاحظت ان لعبه الشطرنج تقريبا هي اكثر لعبه يتم ممارستها في هالفتره سواء بمشاركه مصنفين او حتى لاعبين محليين، ما هي الاماني بالنسبه لهذه اللعبه؟ والله هي الاماني كان ذكرها السيد وزير التعليم في بطوله الشيخ خالد سموه الشيخ خالد للمدارس كان بيقترح ان البطوله ان الشطرنج يكون ماده داخله في المناهج الدراسيه وده حال كل مدارس ده حال كل المدارس المتقدمه في الدول المتقدمه والبحرين بما انها دوله مملكه سباقه في موضوع التعليم فلابد ان احنا يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الماده ده هي داخله ضمن المناهج وبتدرس والبحرين يكون لها السبق في الموضوع تكون ضمن مناهج التربيه الرياضيه مناهج التربيه الرياضيه تكون المنهج التربيه طبعا الذهنيه يعني
شنو شعورك وانت تشارك في بطولة فيها العديد من المصنفين وبطولة معترف فيها حتى دوليا؟ والله البطولة جدا رائعة حاليا، في تنافس جدا كبير، الموجودين ما يرحمون، في فرصة كبيرة للكل انه يتعلم، والصراحة انا جدا ممتن اني انا قادر اشارك فيها. ما انا اخترت الشطرنج انك تكون يعني عندك مشوار طويل فيها. شوف، في العاب فيها حظ، في العاب فيها تقدر تقول فيها تعاون، نفس كرة القدم، نفس الطائرة، العاب جماعية. الشطرنج تعتمد اعتماد كلي على الشخص نفسه وعلى ذكائه، ما فيها حظ، فهذا الشيء يعتمد على ذكاء الشخص ويعكس مدى ذكاء الشخص نفسه، فهي لعبة تعكس ذكاء الشخص نفسه. فإذا أنت تلعب شطرنج، أوه هذه وايد ذكي، هذه يفهم، فتعكس الشخص كبرى نفسه. بما أنك تلعب في هالبطولة، بطولة معترف فيها دوليا وبمشاركة مصنفين، شنو طموحك للقادم؟ أكيد عندك طموح كبير، اللي يلعب في النوع من البطولات أكيد عنده طموح كبير، وين الطموح بالنسبة لك؟ الطموح ما له سقف صراحة، ودي أني أنا أتطور فيها أزيد، والله أعلم، ما نعرف وين الدرب بيكون في النهاية، بس إن شاء الله نوصل لأعلى مراحل. لكم مشاهدينا من جديد، وطبعا مثل ما شفتوا هذه الأجواء بين المتنافسين يا حمد في لعبة الشطرنج، وإحنا يعني سعيدين جدا أن يمعتنا في الأفنيوز يجمع ما بين هذه الطاقات وهذه المواهب الرائعة اللي إحنا نسلط الضوء عليها. نعم، لو لاحظت في رمضان تحديدا في وايد بطولات شطرنج، يعني مو بس عندنا في الأفنيوز، حتى في أماكن مختلفة، في تركيز وايد على اللعبة، لعبة تعتمد بشكل كبير على التركيز والذكاء والثبات الانفعالي. صحيح. أنا طبعاً ما أعرف ألعبها أمانة، أعترف قدام المشاهدين، ولكن أتذكر كان واحد من أصحابي الله يذكره بالخير، كان من يعني زملاء المدرسة وياي في الصف، كان يعني مميز فيها وحتى وصل حتى إلى مستويات كبيرة. إن شاء الله يوم من الأيام نحاول نعرف بعض القوانين، أنا أمانة ما أعرف، تعرفين؟ أنا ما أعرف القوانين، ولكن أنا اللي اللعب تعرفين تلعبين ولا حتى اللعب، ولكن لما أشوف شلون يلعبونها، ولما أشوف المتنافسين، ولما أشوف إنه مثل يعني هذا البرنامج والرعاة اللي موجودين عندنا يتبنون هذه الطاقات، هذه بحد ذاته شيء جدا جميل. شيء جميل، وننطلق ويا الفائزين. يلا يلا، أنت شكلك متحمس. طبعا أقول لك، أشوف الحماس اللي موجود، أنا متحمس طبيعي. إيه. يعني الفايب ينتقل لي. صح. يلا. مني لك. للناس. يلا اعطيهم انا، اعطيهم الكلمه. جمهورنا جاهزين؟ جاهزين؟ جهزوا ارقامكم. يلا قولي لهم عن يمين يسار. خلاص سحبته انت. 1042 1042. حلو السؤال. امس كان عندنا مدينة عيسى، اول امس دائما حلوه. اول امس نحب نوجه الشكر الجزيل حق فريق الاعداد اللي عندنا. كل التحيه له. يا هلا، كل عام وانت بخير. شلونك؟ الحمد لله بخير. شلونك الاجواء الرمضانيه؟ ما شاء الله الحمد لله. جهز حق العيد، حق القرقاعه؟ والله الحين قاعد نجهز ان شاء الله. قاعد تجهز؟ ان شاء الله. زين، بجائزه اليوم انا وحمد لنا نصيب ان شاء الله. ان شاء الله دام قال هلون عيل بتساعده اكيد. صح. يلا ننطلق على السؤال. كذي يعني يمشي الوضع عيوننا. متى تم افتتاح مدينة حمد؟ 1990. أنا ما بيك تخسر. أوكي، طبعاً ما حد يطلع من عندنا خسران في معتنا في الأبنيوز. يلا. 64 74 84. وأذكرك أن مدينة حمد تعتبر من المدن الحديثة في مملكة البحرين، مو من يعني مو أحدث مدينة، بس من المدن الحديثة. يعني 94 64 74 84 يعني لا 84. ايوه انت صح، انت صح. ايش سويت له؟ قلت له سويت له حركه؟ لا قلت له مدينه حديثه بس خلاص. هو لا، معلوماتي قويه. صح، قويه جدا. هيا اختار واحد من البوكسات. يلا عندك 1 و4 و3 و6.
واحد واربعة وثلاثة وستة ثلاثة. حياك حياك اللي من الوسط. حياك. يلا يا سلام يا سلام. تاش احسبهم صوت عالي. اربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر. يعني كم؟ 200. ما اسمع. 200 دينار. حيو يستاهل. 200 دينار. حلوين شو تسوي فيهم؟ ان شاء الله بنعيد فيهم. يا سلام عليك بالعافية. الله يسلمك مشكورين. حياك الله. حياك. نسحب على الرقم الأخير لليوم. كنت تسألين أنت شنو تجهيزاتك؟ سبحان الله. شفت شلون؟ شيء ممتاز. شيء ممتاز جدا. كل الكرم. أنا وين متحمسة؟ وين سحبتي؟ تذكرين؟ يسار؟ أنا قاعدة أخلطهم عشان ما أزعل أحد. إي وين سحبتي؟ ذكريني على أي جهة؟ يمين. ساعة يمين حنروح يسار. جاهزين؟ جاهزين؟ 1132 1132 1132 وينه؟ موجود؟ وينه؟ موجودة؟ موجودة موجودة. حياك. مرحبا. حياك. تفضلي. سؤال مناسب حقنا تجاوبه صح. أنثى. حياك. مرحبا. انت بخير. شلونك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. ايش عندك اليوم في الافنيوز؟ جايين شي نتمشى. جايين تمشون. شلون سمعتي عن برنامجنا؟ والله في التلفزيون ذيك السنه شفته. ها فقلتي السنه الجايه لازم احضر. ذيك السنه حضرت بعد. حلو. احنا من اوفياء البرنامج سيزن 1 سيزن 2. احنا نحبهم. وافقني الحظ بس السنه. احنا نحبهم صراحه. احنا سعداء حظ ان انت تكونين معنا موجوده اليوم. زين السؤال يقول عشان ما نطول عليك، ما هو اسم اول ممرضه بحرينيه؟ الولوده هي؟ لا مو الولوده، ممرضه. ممرضه. بتقصدين ام جون؟ لا مو ام جون. ايوه انا قصدي اول ممرضه بحرينيه. انا بعطيك خيارات، ايش رايك؟ اي يلا. نحاول يا دلال ممكن يعني هتسهل لك. ان شاء الله. هل هي حنان الزياني؟ اوكي. هل هي اميره الزياني او فاطمه الزياني؟ فاطمه الزياني. معلش منك ترى يمكن يغششك غلط. انا ما غششت، قلت اسامي، مجرد اقول اسامي. ايش قلتي فاطمه الزياني؟ يعني ما ادري فكرت قلت اجرب حظي. يعني اسم قديم لانه فاطمه. اوكي. ففاطمة الزيون يعني منطقي ترى مالي. إيه يعني حنون حس قبل ما في وايل، بس فاطمة يعني اسم قديم. وانتي شو اسمك؟ جمانة. والنعم يا جمانة. وجابت صحيحة وعندك واحد واربعة وثلاثة. تحليلك ما شاء الله عليه ممتاز. منطقي. منطقي جدا. يلا حياك. تحليل منطقي هذا لولا. تحليل منطقي. والجائزة عفوا منطقية. يا سلام. كاش. يا سلام. حس بيهم. يلا حس بيهم. حس بيهم صوت عالي. 6 7 8 9 10. يعني كم؟ 200. ايش بتسوي انت؟ رياضيات انت حق العيد. انزين لحظه عاد الحين انت فزتي. انا وحمد غششناك. عفوا عليكم. يا سلام. انا احب طيبه وكرم البحرينيين. حبيبتي عليك بالف عافيه. الله يعافيك حبيبتي. شكرا لك. حياك. الف مبروك. دلال وايد عجبتني. شلون تقولين كاش؟ شلون اقول كاش؟ ما اعرف، ما اقدر اقلد، صعب. لا كنت عارف تقول جاهزين؟ لا اقول اذكرك بيها، بس ما اعرف اقولها، هاي حصريه مالتك. لا لا غير تقولين في المايك غير. تدري اذا انا احصل الكاش شو اسوي؟ وايد استانس. وايد؟ وايد. تتذكر ايام لما كنا نطلع نقرقع يا حمد؟ الله. كانوا يعطونا ربابي. ايش كذا مستانس فيهم؟ يعني يكون تكون الربية او الربابي ضمن المكسرات ترى. الله. مكسرات وسمبل وحركات وداخلها شيء. كثر حلوه الاجواء الشعبيه. الله. البحرينيه. للحين تقرقعين؟ لا ليه بوتشر؟ انا ترى للحين صغيره. اكيد يا معدنا في الافنيوز متواصل وياكم في كل ليالي شهر رمضان المبارك، ودائما ياتيكم برعايه جي اف اتش ومجمع الافنيوز ومجموعه من الرعاه اللي يقدمون الهدايا المنوعة مثل ألموت، رمسات للعطور، طيف الإمارات، مجوهرات جنة، مجوهرات العلوي، محلات ريفا، بيوتي بلين للعطور، وكذلك برفوميستا العود، وأيضا مطعم أنجلينا ومزمز ويا السلام ولومي والجزيرة برفيوم ومطعم ذا هاوس بوت وتي كلاب وميني سو وذا فود هول وايضا هيلتون جاردن ان بحرين بي واصغر علي واتش جي اي وسينابون والمصممه العالميه كبرى القصير. كاش. نلقاكم بكره في نفس الموعد ان شاء الله مشاهدينا. تعالوا عندنا عند بوابه الميناء في مجمع الافنيوز واخذوا رقم وخلكم متواجدين وان شاء الله فالكم الفوز. مع السلامه. مع السلامه.